السلام عليكم. وجه بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معاكم سلطان خان، المدير العام لرواع الفخار. أول شيء أشرح لكم، أتكلم بنبذة بسيطة عني أنا. طبعاً أنا سلطان خان، متخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تخصص نظم معلومات إدارية من كلية إدارة الصناعية. أخذت مجموعة دورات من جامعة كامبريدج في إدارة المشاريع وتطوير المشاريع. اشتغلت في مجموعة من الشركات، منها البنك الأهلي وويذرفورد. كنت المؤسس لأول مصنعين فخار في المملكة، فخار صناعة يدوية هاند ميد، لهم مصنع فخاري ورواع الفخار أميزنج بوتس. في البداية حتكلم عن الحرف. طبعاً أنا في مجال الحرف من 2009، سويت دراسة كاملة عن الحرف في المملكة. شفت الحرفيين في جميع مناطق المملكة، في الشمال والجنوب والشرق وغربها والمنطقة الوسطى، لين ما وصلت لستة كاملة فيها كل الحرفيين في كل مناطق المملكة. تقريبا في المملكة في ما بين 350 إلى 500 حرفي. هذول اللي بيشتغلوا بالفعل، السعوديين بيشتغلوا في الحرفة بيدهم. طبعا حسب الدراسات، انه في المعلومات الموجوده من هيئه السياحه، انه عدد الحرف في المملكه تقريبا 40 حرفه. حصرناها كلها، في منها كان فكره الحصر هذا انه نوصل ايش هي الحرف اللي ممكن نعيد احياءها من جديد، بحيث انه يكون لها قيمه اقتصاديه وقيمه اجتماعيه في البلد. وصلنا تقريبا لعشرة حرف. هذه منا هنا في تقريبا 8 حرف، اللي هي السد والفخار والتطريز والخوص والحياكة والتفصيل وصناعة المباخر والخرازة. حسب المعلومات من هيئة السياحة، انه يعمل في مجال الحرفي في المملكة 20,671 حرفي، 45% منهم سعوديين و55 اجانب. هذا يدل على انه الغالبيه اللي بيشتغلوا في المجال الحرفي في المملكه هنا عندنا اجانب. طبعا في تفاوت ما بين الرقم اللي انا قلته، اللي هو ما بين 350 الى 500 وما بين 20,000. في الارقام هذه هم جامعين حرف ثانيه، اللي هي زي العطاره حقون الورود والخياطه، فهي كده العدد مرتفع جدا. ولكن الحرفيين اللي انا شفتهم بعيني، اللي بيشتغلوا في المجال الحرفي، ان كان في التطريز او في السدو او في الفخار، هم بين 350 الى 500 حرفي. طبعا في ناس كثير بيستهونوا بالسوق الحرفي، بيقولوا لك انه السوق حرفي يعني شغل شعبي. طبعا السوق الحرفي تقدر واردات المملكه في هذه الصناعه ب 1.5 مليار ريال سعودي سنويا، وحجم السوق الدول اللي الحرف اليدويه 375 مليار ريال. يعني السوق الحرفي في السعوديه ما يتجاوز اقل من 1% من السوق الحرفي في العالم. فلو احنا، لو انا كحرفي اخذت 1% من ال 1.5 مليار، 1%، انا اشتغلت تارجت حق السنه هذه 1%، فهذا تساوي تقريبا 15 مليون. فانا بتكلم هنا على سوق ضخم، سوق يعني هيوج ماركت، ولكن ما في احد بيستغله بالطريقه الصحيحه. طبعا التجربه اللي بتكلم فيها انا، اللي هو كيف تحول حرفتك من حرفه الى صناعه، هذه ما هي نظريات، هذه انا التجربه خضت فيها وسبت الجامعه وفتحت اول مصنع حرفي فخار في 2009. كيف تحول حرفتك الى او هوايتك الى صناعه؟ طبعا شفت الحرفيين في كل مناطق المملكه، في ناس بيشتغلوا على كواليتي، على جوده، وما بيهتموا بالاسعار ولا يهتموا بالتسويق. في ناس بيهتموا بالتصاميم، ما بيهتموا بسرعه الانتاج، بينتج لك قطعتين في اليوم، بيواجه صعوبه في نهايه الشهر في الايرادات. هذه الاربعه المحاور اللي انا وجدتها هي اللي تربط الحرفي. كيف تقدر انت كحرفي تنتج منتج جودته عالية، تصاميم جذابة، وسرعة في الإنتاج،
وسعره يكون مناسب. هذا هنا عندكم هذا مثلا مثال على المنتج، هذا منتج هنا بيسووه الشباب عندنا في جدة. فكرته بسيطة، حاضنة الفناجين فيها فنجان قهوة عربي، بنستخدم فيها كواليتي جدا عالي، كل المواد المستخدمة عندنا طبعا صديقة للبيئة، ما في أي مادة سمية، ما في أي مادة رصاص، فاحنا بنشتغل على الجرين لاين. المنتج لو خلال فترة الإنتاج بيشتغلوا بالمقاس بالجرام، يعني فنجان القهوة لما نشتغله لازم يوزن القطعة الطينة قبل اشتغل عليها عشان نطلع كل الفناجين نفس الشكل نفس اللون نفس التصميم كلها تركب على بعض، ما في ولا اختلاف، في اختلاف بسيط مليهات بسيطة. هذه الفكرة. طبعا انك انت توصل لمنتج تربط فيه الاربع المحاور هذه كلها بالطريقة الصحيحة حتاخذ معاك وقت. اول مجموعة حرفيين جبناهم من جميع مناطق المملكة قعدوا سنة كاملة نصرف عليهم وفي النهاية راحوا ما استفدنا منهم ولا حاجة. كانت اكبر كانت غلطة غلطناها اننا طريقة الاختيار كانت خاطئة جدا، كنا بنجيب ذوي الدخل محدود فقط من غير ما نركز على ايش هواياته ايش رغباته. فصدمنا انه وظفنا ما يقارب 25 واحد نهاية السنة ما بقي منهم ولا واحد. غيرنا طريقة الانتاج، جبنا ناس من برا، ناس من الأردن، جبنا ناس من تركيا، جبنا ناس من إندونيسيا، ناس عندهم خبرة في هذا المجال في الفخار. بعد كده جبنا الشباب السعودي، جبنا من الجمعيات الخيرية، جبنا شباب محتاجين، وحاولنا نمزج ما بينهم بحيث إنه كل واحد حرفي جنبه واحد سعودي بيتعلم منه. بعد فترة الآن في المصنع فيه له فقط اثنين، واحد أردني واحد أندونيسي والبقية كلهم سعوديين، كلهم سعوديين وسعوديات من الجمعيات الخيرية في جدة. طبعا نتكلم عن سرعة الإنتاج، في الصورة هذه تبين كل المنتجات كلها، نتكلم على فنجان القهوة، كل الفناجين على مستوى واحد، لأنه لما بيشتغلها لازم عنده المقاسات عنده الوزن بالطينة يوزنها ويشتغل. بعد ما تخلص لازم ترجع فيه واحد مسؤول عن الجودة يتأكد إنه كل المنتجات اللي خرجت منه اليوم تنعد تنحصر، يشوف المقاسات السليم يعدي، واللي في أي مشكلة يرجع مرة ثانية. الجودة طبعا نفس الموضوع، كل المنتجات اللي بتطلع من خط الإنتاج كلها بتتوزن وبتقاس، يعني كل قطعة بتتشغل باليد، ما عندنا أي جهاز إلكتروني غير الويلز الإلكترونية والأفران، غير كده كل المنتجات تشكل باليد. التصاميم لقينا إنه في مجموعة كبيرة من الحرفيين بينتجوا بس ما عارفين يسوقوا، في فاصل ما بينهم وبين السوق. الناس الآن بيدوروا على تصاميم جديدة، أفكار جديدة، ألوان، والشغل الشعبي بيكون فخار لونه احمر وعليه شويه ضربات كده وما حد يشتري في النهايه. فجبنا مصممات، رحنا كليه دار الحكمه في جده، جبنا مصممات من هناك واشتغلوا معانا، فقط هم يصمموا منتجات، ما عندهم اي شغله ثانيه غير يصمموا منتجات. فقدرنا بنوصل لمنتجاتنا، بس بنستخدم طبعا يعني فنون الخط العربي، كل الحفر الرسم بيصير الرسم بيدوي، في بعض المنتجات بتكون محفوره باليد، كل حفر بيصير حفر يدوي. طبعا هذه الصوره فوق للمنتجات اللي خارجه من الفرن وخارجه من الافران. هنا بنستخدم في هذه الصوره اللي هو الرسم على البلاط، وهذه الصوره تحت اسمه الفسيفساء، فسيفساء الخزفي، هذا شغله نادر جدا وصعب جدا. كانت الفكره انه احنا ما نبغى نعيد اختراع العجل زي ما يقولوا مره ثانيه، نروح نبدا نعلمهم من الصفر. الفكره كانت حقتنا انه احنا نشوف فين وصلوا الناس اخر شيء ونكمل من وراهم. فعشان نوصل للمنطقه هذه سافرت الى تقريبا 9 دول، ما بين دول في العالم العربي ودول في اوروبا، مصر، تركيا، سوريا، الأردن،
طبعا الأردن مدينة متميزة في الحرف اليدوية على مستوى العالم العربي، تركيا، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا. هدفنا كان نجيب أفضل مواد خام موجودة برا، أفضل أفران، أفضل أجهزة، وأفضل تقنيات في الخزف. فالفكرة إنه هذا المنتج كان الفخار، هذا انطباع الناس عن الفخار إنه شغل شعبي يستخدموه عندنا في الغربية، يحطوا فيه زير موية وزمزم وبس. الفكرة حقتنا إنه، وهذا طبعا منتجات بتستورد من برا، فكرة حقتنا إنه نمزج التراث الشعبي بالمنتجات التقنيات العالية ونوصل لمنتج زي المنتج هذا أو زي المنتج هذا. طبعا الناس ممكن أحسأل أو بسوي محترف فني، محترف الخزف كم حيكلفني؟ محترف الخزف هذه احتياجاته بسيطة، طينات، زجاج اللي هي الطبقة اللي تعطي لمعة الفخار يسموها زجاج، الألوان اللي هو بيلونوها اللي هو اللون الأزرق في هذا الفنجان، دولاب كهربائي، عجانة للطين، فرادة للطين، فرن، واللي هي عدة الخزف. متوسط تكليف المشغل البسيط اللي تكون من دولاب، يعني دولاب واحد، فرن واحد، فرادة واحدة، عجانة واحدة، متوسط تكاليفه 100,000 ريال، يعتمد على نوع الأجهزة اللي بنستوردها ونوع المواد الخام. متوسط العائد المالي للقطعة الخزفية من 200 إلى 300%. يعني لو تكلمنا على هذه الحاضنة، احنا بتكلفنا تقريبا 65 إلى 70 ريال، واحنا بنبيعها ب 200 ريال بالجملة، واللي بيشتروها منا بالجملة بيبيعوها في المحلات ب 350-400 ريال. المستهلك النهائي بيشتريها ب 400 ريال، وهي مكلفتنا 75 ريال، والحرفة كسبان فيها ببيعها ب 200 ريال. فالعائد المالي جدا يعني مغري، 200 إلى 300% جدا مغري، ولكن يبغى له المشروع يبغى له صبر عشان توصل لمرحلة انك انت تبدا تنتج وتبدا عندك طلبيات وعندك سوق. ما هو سهل، في معاناة، اول سنة تفشل ترجع تفتح مرة ثانية مشروع ثاني، تواجه صعوبات. فعشان توصل للمرحلة هذه يبغى لك صبر، يبغى لك يكون معاك فريق متميز، فريق ممتاز. طبعا هذا فيديو بسيط عن الدولاب، ان شاء الله النت يساعدنا. بس ما بيساعدنا كثير النت. طبعا في عندنا تصوير، تصوير عندنا بزير في المحل عندنا في المركز، ولكن حجم الفيديو بيكون عالي جدا، عشان كذا انا اضطريت اجيب واحد من اليوتيوب. إذا حيطول هنضطر نلغيه يعني ولا كيف؟ طبعا هي ما هي سهلة، هي يبغى لها مهارات عالية إنك تنتج في اليوم. الشخص الواحد ينتج 500 فنجان زي هذا، وكلهم يطلعوا نفس الجودة ونفس الوزن ونفس السماكة ونفس المقاسات، ما هي سهلة. يبغى لها من سنة إلى سنتين عشان توصل للمرحلة هذه، تنتج قطعة زي كذا. في ناس طبعا حسب يعني اللي بتدرب، في ناس بتعلموا خلال سنة، في ناس بيقعدوا سنتين وما بتعلموا. نعد الفيديو ولا كيف؟ ما بيشتغل الفيديو المشكلة. طيب هذا اللي بيشتغلوا على الدولاب الكهربائي، بتشوفوا انه بيستخدم يدينه، في يد بيستخدم للسنترة، سنتر فيها القطعة، ويد اللي يتحكم في الطينة يرفع وينزل، واليد اللي هاي الثانية هو بيحط الطينة في النص. أي خلل في يد اليمين أو يد اليسار تصير قطعة
تتحرك ترقص ما هي ثابتة. طبعا بعد كذا هتكلم شو عن رواع الفخار. ايش هي رواع الفخار؟ رواع الفخار احنا مجموعة من الشباب بعد ما فتحنا المصنع الاول وقفل المصنع الاول وخسرنا فيه كثير ما يئسنا قلنا بنفتح مرة ثانية. جماعة مجموعة من الشباب وفكرنا نفتح رواع الفخار. رواع الفخار غيرنا من نطاقنا انه نطاق انتاجي الى نطاق فني. جبنا مجموعة فنانين وحبينا نسوي مشغل خزف بس بطريقة فنية. طب في رواع الفخار عندنا نهدف الى الرقي بالذوق العام لفنون الخزف والفخار. الناس بتتوجه لمنتج الصيني ما بيشوف القطعة هذا بيقول لي ليش ادفع فيها 200 ريال؟ ما اروح اشتريها من البلد في جدة درزن ب20 ريال. فاحنا بنوعي ايش المضار ايش المنتجات الصينية مثلا بتكون فيها مواد سمية ما بيتم فحصها بالطريقة المناسبة وايش مميزات القطعة هذه؟ انها قطعة فنية كل قطعة بتشتغل باليد مواد فيها صحية. ايش اهداف روع الفخار؟ اول شيء هدفنا تميز في الاعمال الخزفيه على مستوى المملكه والحمد لله احنا اول مصنع او اول مشغل بيطلع قطعه بالطريقه هذه وقطعه بتتباع على فنادق ومطاعم في جده. ثاني حاجه توفير كافه المتطلبات متعلقه بعالم الخزف من مواد الخام وغيره. احنا عندنا وكالات طينات والوان وافران احنا بنستورد الاجهزه دي كلها بنسوي لها صيانه وبنشغلها وبنبيع المواد الخام. بنأسس مشاغل في جدة بيجونا جمعيات خيرية وبيجونا ناس حابين الهواية هذه بنعطيهم دورات في الخزف وبنأسس لهم المشاغل بنعطيهم دراسة كاملة عن تكاليف المشغل ونشغل لهم المكان. ورابع حاجة هو تدريب الأجيال القادمة على الحرفة الإبداعية. بنعطي دورات عندنا من التسكيل على الدولاب إلى تشغيل الأفران كلها بنعطيها دورات عندنا في جدة. هذه صور بس بسيطة عن الإنتاج. هذا الفرن هو الحرارة 350 إلى 400 فأفران توصل عندنا إلى 1200 فهذا الوقت اللي ممكن إحنا نفتح الفرن ونصور. بعد كذا مستحيل حد يقرب من الفرن خلاص توصل حرارته إلى 1200-1300. طبعا كل الأفران كلها أفران كهرباء فيها قواطع ثلاثة قواطع لما توصل للقاطع الرئيسي فمستحيل بإذن الله نصير فيها أي مشاكل يعني أي حرائق أو شيء لا قدر الله. هنا بيسوي جداريات اللي بنفرد طينة على مساحات كبيرة ويبدأوا يحفروا عليها ويشكلوا رسومات عليها. هذه بعض المنتجات. هنا حاولنا نجمع بين الطاجن التراثي ما بين التقنيات العالية اللي عندنا فسوينا صحن شوكولاته على شكل طاجن وعليه خطوط فضه. هذه كلها خطوط فضه. هذا نفس الشيء الافكار اللي بنستخدمها بنجيب افكار مستوحاه من التراث السعودي بنحاول نمزجها بالخزف وبتقنيات الخزف بنوصل لافكار يعني ما راح تلاقيها في الصين شغلات زي كده إلا أنك تأخذها وتوصيلها توصيل طلبيات منها حطلب كميات ضخمة عبقية يكون إحنا طلعنا موديل جديد بدل الموديل القديم هذا. فإحنا دائماً بيكون one step ahead of China يعني. هذه الاستخدامات لنفس المنتجات. برضه بنشتغل من الشغلات المميزة اللي بنسويها اللي هي واجهات الفلل والقصور. بنسوي الديكورات هذه كل البلاطات بتترسم رسم على يدوي رسم يدوي عفوا بتطلب منا مثلا آية قرآنية زي الآية القرآنية اللي هنا بيرسموه بتترسم باليد فيكون التصميم حسب طلب العميل.
هذه برضو بسميها شغل الجداريات، بنفر الطينة على مساحات كبيرة ويبدأوا يحفروا عليها. ولو تلاحظوا أنه فيها كلها أفكار مستوحاة من الحجاز، يعني هذا إنه هذه بوابة جدة القديمة، هذه المآذن، سعف ودلات قهوة ومباخر، هذه ثلاثة قطع، كل قطعة تقريباً 50 في 150. هذه برضو بنشتغل فيها مع جدة أكواريوم، الفقيه أكواريوم، هذه الجداريات بيستخدموها عندهم داخل الأكواريوم عندهم. طبعاً بفضل الله وصلنا أنه عندنا قاعدة عملاء كبيرة، منها سعد الدين، منها سلسلة مطاعم شوبك، كافيهات هيف وكيف، في عندنا مجموعة الخريجي، البنك الفرنسي. فالحمد لله في عندنا مجموعة من العملاء اللي بدوا يثقوا في منتجاتنا إنها منتجات مميزة. وفي الختام أتمنى أن يكون البرزنتيشن كده خفيف وبسيط وشامل كل الأفكار المطروحة. إذا في أحد عنده أي استفسار أنا حاضر. شكرا، يعطيك العافية. لو سمحت أبغى أعرف. ما في صوت. شكرا، يعطيك العافية. لو سمحت أبغى أعرف اسم الفيديو اللي عرضته، إذا ممكن. عفوا. اسم الفيديو. فيديو. اسم المقطع إيه. أكتبي بوتري ويل، حيطلع لك مقاطع مرة كثير. أوكي، شكرا. بوتري ويل. لا العفو. يعطيك العافية وشكرا جزيلا. السؤال بالنسبة للفخار، هل هو يحرق حرقة مرة واحدة مرتين؟ وهل في فرق لما أنا أحرقه مدة أطول يأثر على اللون ما يأثر على اللون؟ هل الفخار لما يتحول إلى سيراميك، هل هو فعلا يتحول إلى سيراميك ولا الفخار حاجة مختلفة عن السيراميك؟ طيب بالنسبة للحرق، هو في عندك من حرقة واحدة إلى ثلاث حرقات. في الحرقة الأولى بتحول من انها طينه الى ماده، الى قطعه صلبه، سمينا الرنه، هذه ماده قطعه صلبه. بعد ما يصير قطعه صلبه تكون صلبه سنها خشنه، بعد كده نحط عليها الالوان، نحط في ماده الجليز الشفافه، تخش الفرن مره ثانيه، هذه الحرقه الثانيه، تطلع بالمنظر هذا جاهزه للاستخدام. الحرقه الثالثه نحط عليها ذهب او فضه وبتخش الفرن مره ثالثه، فهذا بتصير حلقة ثالثة. وبالنسبة للفخار والسيراميك، هو الخزف والفخار والسيراميك هي مسميات. اوكي؟ بس بعد السيراميك يجيكي البورسلان، فتعتمد في درجات الحرارة، يعني الين من 990 نحرق احنا هنا في القطعة هذه، الين 1200 1250، هذا سيراميك. بعد 1250 بتحول لبورسلان. بس لازم تكون المواد مختلفة، مو نفس المادة هذه. المواد دي على 1100 لها درجات معينة، يعني على 1150 كده تبدأ مادة الدوب، تصير سائلة خلاص. بالنسبة للطين، هل هي موجودة من الطينة المحلية ولا تستوردونها من الخارج؟ الطينة المحلية طبعاً سوينا عليها دراسة إنه نستخدم الطينة المحلية. في إمكانية في الطينة المحلية في منطقة، في ينبع، في الشرقية، في تبوك، في مناطق فيها طينة الخزف، ولكن استخراجها حياخد وقت وحياخد تكاليف مرة عالية. واحنا كمشروع بسيط ما عندنا التكاليف هذه، ان شاء الله التعاون مع هيئه السياحه ومع بارع ونقدر نسويها. فهذه كلها بتجي من ايطاليا. والخزف السعودي ما فكرتوا تتعاونون معاه مثلا؟ الخزف السعودي بيستخدم مواد خام ما تصلح للشغلات هذه، بتصلح للارضيات والديكورات، ما تصلح للكاسات. لا انا يعني قصدي المواد الخام، المواد الخام الفخار. ايوه الطينات لها انواع، يعني مو اي طين اقدر اسحبها على الدولاب اللي هو الويل اللي يدور، مو طينة اقدر اشكلها على الدولاب. في طينة تجي المكابس كبس تخرج مثلا بلاطات، وفي طينة لازم على الدولاب تخرج منها فنجان قهوة. شكرا. عفوان. جزيلا. كصانعة فخار، مين ايش تنصح المبتدئين؟ وين يروحوا المبتدئين السعوديين؟ ماني سامع. كصانع فخار. والله ماني سامع. كصانع فخار. أيوه؟ وين تنصح السعوديين او السعوديات يروحوا، اي جهة؟
أي جهة. أنا اللي أعرف إنه في جمعيات فيها حرفة الفخار، يعني في الرياض هنا اللي هي فنون التراث، صح؟ فنون التراث فيها حرفة الفخار، ولكن بالطريقة بالكواليتي وبالإنتاج التجاري الفني مع بعض، ما في أحد، ما أتوقع في أحد. يعني حتى خريجين الجامعات والمحاضرات في الجامعات في جامعة الملك عبد العزيز قسم الفنون الإسلامية بيجوا عندنا بياخذ دورات المحاضرات نفسهم، لأنهم كل اللي أخذوه نظري، ما أخذوا حاجة عملي. فبيجوا إحنا بنعلمهم كيف يستخدموا الألوان وكيف يشغلوا الأفران وكيف يشكلوا. هم عندهم كل نظريات ولكن ما طبقوها على أرض الواقع. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. سؤالي من خلال تجربتكم في صناعة الحرف، طبعاً كلنا نعرف أنه أي منتج يمر بمراحل متعددة، من البداية إلى النضج إلى الاستمرار إلى حتى التدهور. ما تدهور المنتج أو عدم قبول المنتج في السوق السعودي، ما هي المرحلة أو ما هي الخطوة اللي لازم صانع المنتج يتدخل فيها ليعيد تطوير المنتج، أو يقول أنا بكتفي بهذا العدد وبظهر في منتج جديد؟ هل في مدة زمنية؟ هل في مؤشرات معينة؟ هل في قياس رضا للمنتج؟ إيش خبرتكم في هذا المجال؟ أنت تتكلم على المنتج كقطعة ولا تتكلم كصناعة؟ كقطعة. كقطعة. والله إحنا نتكلم على تجربتنا إحنا. طبعاً كل طلبية بنوصلها في عندنا زي الإيفاليويشن شيت، بيقيمها المستلم إيش العيوب، هل في مشاكل في التأخير، في الطلبيات، في الكواليتي، وإحنا نبدأ نعدل فيها. ولكن التصاميم عادةً إحنا بناخذ معها كل ربع سنة بنغير، كل ربع سنة بنغير التصاميم، وهي عملية مستمرة، يعني ما راح توقف. كل قطعة يعني إلى الآن إحنا بننتج قطع، وفي ناس هنا حاضرين معانا، يعني بريطانية واحدة من اللي بيشتروا من عندنا دائما، عندها محلنا في الرياض، بنرسل لها شغلات، في عندنا أغلاط، بتقول لنا لا سووا كذا، ارفعوا القطعة دي، عدلوا كذا، بنصلح لها الطلبية اللي بعدها على طول. في عملية مستمرة ما توقف يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ودي أسأل، فخار عادة نشوفه بني بس عندك هنا أبيض، فهل هو صبغة أو لون أو أي شيء؟ لا مو صبغة، هو الفخار بيجي الألوان، في أبيض، أحمر، أخضر، أسود، رمادي، كل الألوان بيجي، ولكن إحنا بنستخدم نوعين، أبيض وأحمر. يعني هذه القطعة هنا عندك أبيض، ولكن لو رجعنا في أكثر من صورة حلاقي فيه إيه. الحظ كلها بيضة. هذه هنا باينة أحمر، هذه باينة في الأحمر، فبنستخدم طينة حمراء وطينة بيضة. الطينة الحمراء بتكون عادة أقوى من الطينة البيضة، بس بنستخدمها في أشياء الطبخ زي الطواجن، بيستخدموا الطينة الحمراء، ما يستخدموا طينة بيضة. الطينة البيضة تستخدم عادة في الديكورات، وبتستخدم في الأكل والشرب، ولكن ما تخش الأفران، يعني ما يقدر تطبخي في قدر للطينة البيضة، يتكسر. فالطينة الحمراء تكون صلباتها أقوى، في طينة سوداء أقوى من الطينة الحمراء كمان. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة لمهنتي كحياكة الثوب العسيري والأشغال اليدوية، ما زامع شيء. أقول بالنسبة لحياكة الثوب، ايوه، تطريز الثوب بالعسيري والجلابيات بجميع اشكالها وتطريزاتها، يعني اقدر افصل، اطرز، اصمم في نفس الوقت، بس من المنزل. يعني هل هناك شركات او مكان يسوق لي بضاعتي او يدعمني بخام، بخيوط، بكذا، علشان انا اقدر انتج؟ عشان انت سلامتك أقدر أنتج أكثر من كذا، إيوه، وأبغى أحد يسوق لي يعني منتجي اللي أنا أشتغله. من خلال تجربتي ما أشارك بس إلا في المهرجانات أو في المعارض وكذا، أبغى أطور يعني. أيوه. لأن عندي أنا هوايتي إني أطور وأصمم
يعني وأظهر يعني المنتج الوجه المطلوب. يعني مثلا أشتغل على العباية تطريزات حسب رغبة الزبون. عندك حياكة الثوب العسير إذا الحين طورناها لشكل بنجابي شكل شفاف بحيث أنه لبس عليها البدي والبنطلون. أيوة. شكل الجلابية العادية. فهذه الميولي. فأتمنى يعني في شركة يعني تتبنى المشروع أو جهة تسوق لي المنتج. بالنسبة لتسويق المنتجات الحرفية بارع شكرا. أحد الجهات اللي بتدعم الأفكار هذه. أيوة. بارع بيدعم ولا يساعده في تسويق المنتجات الحرفية. شكرا. غير كده من تجربتي أنا في تسويق المنتجات الحرفية هذه أفضل حاجة أفضل من أن يكون عندك فريق تسويق ومندوبين وينزلوا السوق ويجيبوا طلبيات فيسبوك وتويتر وإنستغرام. عن طريق الفيسبوك وتويتر وإنستغرام بيجوني ناس من قطر من لبنان ومن البحرين من الكويت من كل الدول المجاورة بيجونا ناس يطلبوا منا طلبيات عن طريق الإنستغرام. يخشوا يلاقوا الأرقام يلاقوا الموديلات موجودة بيتصلوا وبنرسل لهم هي. فهذه أفضل ثلاثة. ما أسمعك معلش. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيت بس أسأل التسويق عندك أو صناعة الطلبيات تكون تابعة لل ما أسمعك عفوا. صناعة الطلبيات تكون على حسب الطلب السوق على حسب طلب العميل التصاميم على حسب طلب السوق العميل. أو تكون في تشكيلة تنزل سنويا. إحنا بننزل منتجات من عندنا أفكار من عندنا والأفكار اللي بنزلها إحنا بتكون من ملكنا إحنا. الأفكار اللي بتجي من العميل بتكون ملك العميل. طيب الصناعة يدوية كم قطعة باليوم؟ كم قطعة باليوم تطلع من الشخص الواحد؟ تعتمد يعني لما يكون الفني بينتج فنجان قهوة عندنا توقعات إنه الفنجان القهوة في اليوم من 300 ل 350 فنجان في اليوم. بس في شغلات تانية بتكون 50 قطعة في اليوم، في شغلات بتكون فيها 20 قطعة في اليوم. في شغلات يعني إيش مقياس النجاح؟ حسب الموديل. مقياس النجاح على حسب قيمتها. عفوا. على حسب قيمتها يأثر على قيمتها بالسوق وتسويق. طبعا اثر على قيمتها لما انا اكون طالب منه مثلا اليوم الاسبوع هذا كله فناجين قهوه وانتج لي في اليوم 100 في اسبوع طلع 700 فنجان حوزع راتبه على السبع ايام دي حطلع خسران انا. فهو عارف وانا عارف انه هو عنده تارجت في اليوم من 300 ل 350. انا عارف المستحيل يوصل 350 الا في افضل حالاته. واذا قل عن 300 نبدا يعني اجلس معه ايش المشكله ليش. طيب في التجربه الاولى كانت الفشل بسبب اختيار الفئه المستهدفه اللي استهدفتوها كانت من المحتاجين وكنت تقول انها كان من ضمن الاخطاء اللي وقعت فيها لانه محتاجين فقط ما طيب ما ايش الفئه الثانيه اللي كانت نجحت معها المشروع؟ نجيب الناس محتاجين ولكن عندهم ميول فنيه وكلهم سعوديين. كلهم سعوديين. في سعوديين وفي اولاد البلد يعني مولودين في السعوديه انا اعتبرهم معامله السعوديين يعني. شكرا. ولكن التجربه الاولى كانت انه جبناهم فقط بس عشانهم محتاجين فكانوا يجي يستلموا راتب ويمشوا نهايه الشهر فخسرنا معاهم. بعد كده جبنا ناس لهم رغبه في الصناعه هذه صاروا بينتجوا حبهم في الفن. عندي سؤال ثاني. السلام عليكم يعطيك العافيه. طبعا انت تكلمت انه ما شاء الله عندك منتجات انت بتبيع بخارج السعوديه. لو تكلمنا بشكل عام على المنتجات الحرفيه السعوديه هل تتوقع ان المنتجات متهيئه انها تتباع خارج السعوديه؟ اللي احنا بشكل عام الحرفيه منتجات الحرفيه بشكل عام انا اتوقع انها غير ما تتباع في برا المملكه لانه ما في الانتاج اللي بي الناس اللي بيشتروا المنتجات الحرفية بيشتروها من باب الشفقة ما بيشتروها من باب انه رغبانين فيها. هذه هنا المشكلة. لازم لما انا جاي اشتري المنتج الحرفي اشتري من باب قناعة انه انا مقتنع في المنتج هذا. وما نقول كلهم ولكن غالبية اللي بيشتروا المنتجات بيشتروا من باب انه الشفقة وهذا اكبر غلط. وغير كذا ما في جهات بتدعم الافكار هذه انها تطورها. انه بدي ينتج بدي يبيع خلاص الله يوفقه. ما في تطوير للأفكار هذه.
يعني احنا بنطلع كل فترة بنطلع نسافر برا، نجي ويجي في افكار برا وبنرجع مرة ثانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اخوي انت تكلمت عن جودة المنتج لأي منتج إن كان، أي منتج طبعا لا يحمل شعار المصنع أو حماية للغش التجاري، كما يعرف الجميع أن الغش التجاري منتشر، إيش اللي يحمي منتجكم من المنتجات الأخرى المشابهة في السوق اللي تأخذ سمعة بنفس الشكل وبنفس التصميم وبنفس الألوان، كيف تحموا منتجكم أنتم؟ طيب بالنسبة لمنتجاتنا، إحنا منتجاتنا بيكون عليها عاد بيكون عليها ختم الشركة من عندنا، هذا واحد. ثاني حاجة، احنا ان شاء الله في طور انه نبغى نحط عليها علامة الجودة، ولكن هذه يبغى لها اجراءات مطولة شوية. بالنسبة للمنافسة، في الوضع الحالي احنا ما في منافس، احنا الوحيدين في السوق، ولكن ممكن يطلع منافس في اي وقت خلال سنة سنتين، تلاقي في ثلاثة اربعة غيرك في السوق. لكن احنا الان خطتنا القادمة ان شاء الله نبغى نحط عليها علامة الجودة على كل منتجاتنا، غير كده عليها ختم. المشكلة مش من المنافس الداخلي، المشكلة من البضائع اللي تأتي من خارج المملكة من دول أخرى وتكون أقل جودة وتباع بنفس الأسعار. صح، وبعد كده احنا أول شيء بنوعي الناس عن إيش هو الخزف وإيش المنتج الصيني، ليش يروح يتوجه لمنتجنا وما لا يروح للمنتج الصيني. شكرا. عفوا.